السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا طبعا بحضراتكم جميعا. احنا سبق وتكلمنا مع بعض في موضوع الاورجنايزنج بتاع الكورس، بس النهارده هنتكلم بشكل مختلف. الامور بالنسبة للناس بعضها يعني واضح اكتر، لكن لو في حد جديد فدلوقتي في سيستم مختلف هيحاول ان هو من خلال بعض الاسئله اللي احنا وضعناها لكم على التليجرام ان احنا هنجاوب على الاسئله دي. هي اسئله اكثر تكرارا خاصه بالتنظيم نفسه ماشي ازاي. فهنبدا بسم الله الرحمن الرحيم نوضح النقاط. في البدايه طبعا هو انا برحب طبعا بحضراتكم جميعا. من عادتي دايما في اي برزنتيشن انا بعمله ان بيكون في جمله في بدايه البرزنتيشن، يعني عاده يعني اللي هو thank you to everyone who gives without being asked، شكرا لكل حد بيعطي او بيتطوع او بيعمل اي حاجه من غير الحاجه دي ما تطلب منه، او لو طلبت منه برضه ما فيش مشكله. الجزء الثاني حاجه حابب اكد عليها إن حضرتك طالما وصلت إن أنت نويت إن أنت تشتغل على كورس معين بتتعلم فيه تولز، وتولز دي بتحاول إنك تكتسب وتعلي من النولج بتاعتك أو من المهارات الخاصة بيك، فده يو ار ديفرنت، يعني حضرتك أنت كده فعلا مختلف وأنت في التراك الصحيح لإنك تبني المعلومات الخاصة بيك والفيوتشر بتاعك المستقبل إن شاء الله. في البداية طبعا في ناس سألتني ايه بيم اريبيا ايه فونكس دول، فأنا بنبذة مختصرة بس عن الأكاديمية. بيم اريبيا مركز أبحاث ونشر متخصص في البيلدينج انفورميشن موديلينج بي اي ام، ودي تقنية جديدة بتستعمل في المجال الإنشائي. هي مش جديدة بشكل كبير، هي بقى لها فترة يعني واخدة حدث أو ترند في الوطن العربي. يعني المركز بيشارك في عدد كبير من المتطوعين في العالم العربي لإثراء المحتوى العربي. بيم اريبيا الفاوندر بتاعها هو باشمهندس عمر سليم، وهو بيم مانجر لاكثر من 12 سنه، وهو ريسيرش اسيستنت ات قطر يونيفرستي. وباشمهندس عمر من اكثر الشخصيات الهندسيه تاثيرا في مجال البيم ومن اشهر الناس فيها، فجزاه الله يعني كل خير على الاعمال اللي هو بيقوم بيها في الاكاديميه وفي مجال اسراء المجال الهندسي بشكل عام. ده مجموعة من المنسقين لبيم اريبيا اللي أنا تشرفت إن أنا كنت أحد المنسقين في الفترة الأخيرة. ورسالة بيم اريبيا بتتلخص إن هي بتحاول إن هي تبني الإنسان والمفكر والمعلم العربي، وتجهيزه للنهوض بالإمكانيات والطاقات المحلية، وإمداد الدراسات وحركة الترجمة من وإلى اللغة العربية، وتكوين مرجع عربي موحد لتخزين وتبادل المعلومات. الرؤية دي طبعا دي الرسالة الخاصة ببيم اريبيا. طبعا في الرؤية الخاصة ببيم اريبيا نفسها، رؤيتنا مواكبة الفنون والعلوم الهندسية باللغة العربية وتقديم المعلومات الواضحة للطلاب الخريجي والممارس العربي على حد سواء، وإمداد طلاب الهندسة الحاليين بخبرة المختصين وإمداد المختصين بخبرة أصحاب الخبرة العملية. ومع الوقت أصبح لنا نشاط أونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر. النشاط ده في الفترة الأخيرة طبعا يعني الصفحة نفسها بقى عليها عدد كبير جدا من المتابعين وعليها عدد كبير جدا من الأنشطة. طبعا في جروب خاص ببيم أريبيا وفي قناة على اليوتيوب وصل عدد المشاهدات بتاعتها حوالي 3.5 مليون مشاهدة في الفترة الأخيرة، ودي بيقدمها الباشمهندس عمر سليم على القناة الخاصة بيه. طبعا الكلام ده في الفترة دي هو اتغير، ده تقريبا على آخر حصر اتعمل من حوالي سنة، وكان في فترتها يعني من حوالي من سنة كان بيم اريبيا قدمت 355 لايف ميتنج، وقدمت 165 1065 ساعة تدريبية مختلفة. طبعا عديد من الجروبات الهندسية في مختلف المجالات سواء كان بين بي سوليد وورك، مؤشرات قياس الأداء كي بي ايز المختلفة. وكان طبعا القناة الجديدة اللي بدأت عليها العمل في بيم اريبيا خاصة بالكورسات الهندسية والكورسات بشكل عام،
وتشاهد قناة منفصلة لبيم أريبيا، بحيث إن هي يبقى عليها الشغل بتاعها ممنتج وطريقة العمل بتاعته تكون بشكل كويس. طبعا دي الأعداد اللي كانت موجودة من حوالي سنة في الجروبات دي، وطبعا غالبا الأعداد دي زادت في الفترة الأخيرة. دي عدد من المؤسسات اللي احنا تعاوننا معاها في الفترة الأخيرة، عدد كبير جدا من الأكاديميات، سواء كانت أكاديميات محلية أو أكاديميات دولية أو أكاديميات حكومية أو مؤسسات، وهي من أكبر المؤسسات اللي موجودة في مصر. وطبعا في الفترة الأخيرة زاد عدد المؤسسات، وإن شاء الله على آخر سنة جديدة هيحصل تحديث لصور المؤسسات المشاركة. طبعا في الكورس في عندنا اكتر من راعي، احنا بمجلس اداره بيم اريبيا وفونكس اكاديمي من حيث انطلاق المبادره لكونها مبادره تهدف لاثراء المحتوى العربي، فاحنا بنشكر اي حد واي مؤسسه واي جهه واي انسان بيشارك في وصول المعلومه لغيره، او ان هو بيساعد في الكورسات اللي احنا بنقدمها، او بيرعى اي كورسات حتى لو احنا مش حد داعم ليها، احنا بنشجع الكلام ده. واخص بالشكر في الكورس بتاعنا الات اكاديمي اي تي ال اكاديمي واتحاد طلاب تحيا مصر وشباب يقود العالم، والباشمهندس محمد رمضان طبعا على جهده المبذول وعلى تجميعه للمؤسسات دي يعني، والمبادره الجميله اللي هو اتخذها لهذا الامر. ونتمنى جميعا لكم دايما يعني التفوق والازدهار وحسن التعامل، وتكونوا بخير دايما ان شاء الله. بالنسبه لاي كورس جديد بنتعامل فيه كبيم اريبيا او فونكس اكاديمي، دايما بالنسبه لنا هو احنا بنحاول نخليه تجربه فريده وتجربه مختلفه. يعني ممكن نضيف المصطلح ده بالنسبه لنا في اليور ديكشنري، يعني في القاموس الخاص بيه، نيو كورس معانا بالذات، يعني تقدر تعتبرها نيو تشالنج، حاجه بنحاول نعمل بيها اختلاف، حاجه بنحاول ان احنا نقدمها بشكل مختلف جدا. حتى مثلا اللي يحضر معانا الكورس ده مثلا قبل كده، لو حضره مره تانيه بيلاحظ ان في تطوير بيحصل في الكورس نفسه، سواء من جهه الكونتنت، طريقه العرض، او من طريقه الاداره نفسها بشكل افضل واكثر فشل. الجزئيات اللي عايزين نتكلم فيها هما دول: لو شخص لسه أول مرة ينضم لينا في الكورس محتاج يعمل إيه؟ طبعا في البداية لو أنا عايز أحضر، هحضر فين؟ وأحضر إزاي؟ وهسجل حضوري إزاي؟ الحاجة اللي بعد كده ده كانت الاتندنس، وده غالبا بناخده عن طريق جوجل فورم. بعدين السيرتيفيكت كونديشنز، الشروط الخاصة بالشهادة عبارة عن إيه؟ هنوضح الشروط وازاي تقدر تحقق الشروط دي بحيث ان انت تقدر في نهايه الكورس انك تحصل على الشهاده. الكويزز بنقدر نقول عليها الاختبارات الدوريه اللي بتحصل خلال فتره الكورس. مع الوقت هتبقى كويزز دي هتبقى معاها حاجه اسمها تاسكس، تسليمات. لما هنبتدي ندخل في البرامج هيطلب منك تاسك معين، يعني مثلا لو انت اشتغلت في الوورد مثلا على تكبير الخط، تصغير الخط، وضع علامة تحت الخط، انواع مختلفة من التنسيقات، هيطلب منك انك تنفذها على باراجراف معين، والباراجراف ده هتبعته هتحمله على الايه؟ على الجوجل فورم. كورس لايبراري، المكتبة الخاصة بالكورس، مكان بنجمع فيه الماتيريال بتاعتنا وبنجمع فيه الملفات الخاصة بيه، الروابط الهامة، بنجمع فيه طبعا المكتبة الخاصة بالغياب والمتعة. بروبلمز، لو قابلتك اي مشكلة او حصل اي ظرف او في اي حاجة هتتعرف انت ازاي هتتعامل مع المشكلة دي ان شاء الله. فنبدأ في اول حاجة طبعا اللي هي نيو ممبر. انا كعضو جديد والله اول حاجة اول معلومة عايزين نعرفها، وده بشكل عام للكورس حتى الان، ان احنا بناخد يوم الجمعة من الساعة 3 للساعة 5 بتوقيت القاهرة، من الساعة 4 للساعة 6 بتوقيت القدس الشريف. القدس الشريف هي عاصمة دولة فلسطين العربية. الجزء الثاني من المعلومة ان يوم السبت القادم اللي هو في الشهر يوم 10 10 12، اليوم السبت القادم 10 12، بس المحاضرة هتبقى يوم السبت مش يوم الجمعة بس، وده خاص بالمحاضرة
اليوم الخاص بي اللي هو 10 12، ده بس اليوم اللي هيحصل فيه التغيير، وانا هبعت لكم في الجروب. لكن بشكل عام حتى الان والجمعه من 3 ل 5 توقيت القاهره، من 6 من 4 ل 6 بتوقيت القدس الشريف وبتوقيت مكه المكرمه. فانت مطلوب منك عضو جديد انك تعرف ازاي هتحضر وهتسجل حضورك ازاي والشروط الخاصة بالشهادة والاختبارات بتاعتك هتعملها ازاي والكورس لايبراري هتشوف المتابعة ازاي والحاجات دي، ولو صادفتك اي مشكلة خاصة بالتنسيق ده هتشتغل عليها ازاي. فلو جينا نتكلم في اول حاجة، طبعا انت بتحضر عن طريق التليجرام. يوم الجمعة الساعة 3 بتوقيت القاهرة بيظهر كده، بيتفتح هنا الحاجة اللي هي زي مكالمة. طبعا المحاضر عن طريق المكالمة بيعمل شير سكرين، حضرتك بتشوف الشاشة بتاعته وبيبدأ يشرح، بس بيبقى ظاهر لك فوق كده حاجة كده بالشكل اللي هو حاجة بتقول لك الانضمام إلى المحادثة، تضغط الانضمام وبعدين بيظهر قدامك الإيه المايك بتاع حضرتك، ومثلا لو عايز تتكلم تضغط عليه بعد ما المحاضره مثلا بيقول لك لو في اي اسئله او اي حاجه. وفي نفس النظام برضو انك لو ضغطت عليها انت كده بتشوف اللي المحاضر بيعمله، لو عملت مغادره كده خلاص انت مش حاضر الايه المحاضره لو في اي حاجه. طيب بعد ما المحاضره بتخلص خلال 10 دقائق بالظبط بينزل على التليجرام رابط خاص بالحضور، ده رابط الحضور، بيبقى كتاب لك رابط حضور المحاضرة الرابعة اليوم مثلا، واروح حاطط لك اللينك. انت بعد ما تحضر المحاضرة هتروح ضاغط على اللينك ده، بيروح محولك لصفحة بيحولك طبعا لصفحة بتملى فيها بعض البيانات، والصفحة دي بتعمل لها إرسال، فده بقدر أسجل الحضور بتاعك. بس نقطة مهمة جدا إن أثناء المحاضرة أنا بكون موجود معاكم أو الباشمهندس موجود، فبيعمل حصر للناس داخل القاعة، فبيشوف العدد الحقيقي للناس. يعني مثلا اليوم المحاضرة نفسه مثلا حضر 50 شخص أو 150 شخص كبارتيسبنت، طيب الناس دي اتاخد سكرين شوت إن هم حاضرين المحاضرة دي. طيب جينا نسجل في رابط الحضور بيحصل مقارنه طبعا ما بين الشيت، حضر المحاضره 150 شخص، طيب جيت ببص على شيت الحضور سبته 10 دقائق في القاعه لقيته ملى 170 شخص، يبقى بالتاكيد في هنا في 20 شخص ما حضرش وفي نفس الوقت سجل في الرابط. فايه اللي بيحصل؟ ان انا بلغي ال 170 دول وبرجع للشيت نفسه اجيب منه مين اللي كان حاضر من ال 150، اراجع الاسماء اللي كانت موجوده في القاعه واقارنها بالعدد الكلي اللي كان موجود. طبعا بيبقى منظر لو انت فاتح من اللابتوب بيبقى منظر المحاضره بهذا الشكل، لو انت في الموبايل بس بيبقى ظاهر لك دي، وبيبقى لما المحاضره بيعمل شير سكرين بيبقى كامل، مش بتشوف انت حته البارتيسيبنت دي، ده بيبقى شكل المايك وشكل الكاميرا، وطبعا بنتاكد ان الكاميرا تبقى مقفوله والمايك يبقى مقفول. ده بالنسبه للغياب. هننتقل للنقطة اللي بعدها وهي الجوجل فورم الخاص بالاتندنس. انت عارف دلوقتي ان انت بتحضر عن طريق تليجرام، وبينزل لك بعد المحاضرة رابط حضور، بيكون شكل رابط الحضور بهذا الشكل، رابط بيبقى فيه مجموعة من الأسئلة والبيانات، عنوان البريد الإلكتروني، اسمك كما تريد بالشهادة، رقم الواتساب الخاص بحضرتك، رقم الكود وده خاص بالكورس، تنظيميا هنعرف فائدته بعد شوية. مهم جدا بالنسبه لي اللي هو رقم الكود بشكل اكبر، وبعدين بيبقى شكل التقييم حاجه بالشكل ده، حضرتك طبعا بتختار حسب التقييم بتاعك للاسئله اللي موجوده زي تقييم المحاضره ممتاز ممتاز جدا جيد جيد جدا وهكذا. بعد ما بتملاه وبتكمل الفورم كامل بتضغط ارسال، بيتبعت على الايميل بتاع حضرتك نسخه من الرد اللي حضرتك بعته. فانا باكد ان العنوان البريد الالكتروني اللي حضرتك طبعه ليا يا ريت يبقى جيميل. ليه جيميل؟ لان جوجل فورم دي اداه من ادوات جيميل نفسه، هو بيوفر ليها التراسل ويوفر ليها حاجات كتير. فلو حضرتك على حاجه مثلا زي ياهو او هوت ميل او ايميل جامعي او اي حاجه، احيانا بيحصل مشكله في ارسال الدرجات، في ارسال المتابعه، في ارسال النسخه من الردود،
لو ردود حضرتك مثلا بعد المحاضرة مثلا مش بتوصلك على الإيميل، ده بيبقى مشكلة ما بين جيميل نفسه وما بين أي مؤسسة تانية أو منصة تانية. زمان كان الموضوع عادي وكان بيوصل لهم، لكن مع الوقت بيحصل بعض المشاكل. فدايما أكد إن العنوان البريد الإلكتروني اللي يتكتب يكون جيميل، ده هيوفر عليك وقت كبير، وفي نفس الوقت هتبقى متابع بالكورس إن بيتبعت لك نسخة من ردودك. طيب إيه فايدة النسخة دي؟ النسخة دي فرضا إن حصل أي مشكلة فغياب حضرتك مثلا ما اترصدش ووصل لك على الايميل النسخه دي، حضرتك ساعتها بتتواصل معايا: يا باشمهندس انا المحاضره مثلا الثالثه متسجل غياب، وادي نسخه سكرين شوت من الرد اللي وصلني على الايميل اللي انا اكدت فيه ان انا كنت حاضر. هشوف الرد، هقول لك ساعتها مثلا: انت للاسف السكرين شوت اللي احنا خدناها للمحاضره حضرتك ما كنتش فيها، يبقى حضرتك بالنسبه لي ما كنتش حاضر، عشان كده انا شلت لك الغياب. او هقول لك: لا فعلا حضرتك كنت موجود فعلا في المحاضره، خلاص انا هسجل ليك الايه الحضور لان انا اتاكدت من الايه من السكرين شوت ده. بالنسبه للايه رقم الواتساب، حابب اكد على معلومه في الكود والواتساب. رقم الواتساب طبعا الكود بتاع مصر بلس 2، يعني مش بلس 02، لا بلس 2 على طول، يعني بلس دي بتساوي دبل 0 0 0 اللي هي 002، ده كود مصر، فهو بلس 2 بيقبل عادي الرقم ده، بيتقبل. يعني النقطة أنا حبيت أأكد عليها لأن بعض الناس بس بيبقى عندها أخطاء. دلوقتي أظن إن الجميع لو كتب رقم الواتساب الخاص بأرقام 010 بتاعت مصر بيتعرف عليه على طول يعني. رقم الكود طبعا هو بيبدأ من، هو موجود في مكتبة الكورس وبيبدأ من 2000، هتلاقي نفسك 2000 وشوية. هنتعرف على موضوع الكود ومكتبة الكورس ده كمان شوية. طبعا حضرتك بعد ما تضغط ارسال في الجوجل فورم بيتبعت ليك نسخه على الايميل، لو بعت الايميل بتاعك هتلاقي شكرا لميل اب، ويكون مثلا هنا وليكن مثلا ليكتشر 5 المحاضره الخامسه، وهيكون جاي لك نسخه من الرد ده. اي فورمات هتتعامل معايا فيها هتلاقي النسخه شكلها بهذا الشكل، الايميل اللي انت كتبته والاسم اللي انت كتبته والحاجات اللي زي دي. طبعا لو في غلطه موجوده عندك هنا حضرتك ممكن تلاقي تحت حاجه اسمها التعديل، بس دي مش هتلاقيها في اكزام، دي هتلاقيها في الليكتشر اتندنس، الاتندنس بس. ممكن تختار تعديل هيرجعك تاني للفورم، هتلاقي بس البيانات بتاعتك موجوده، هتشيل الحاجه اللي انت عايز تعدلها وتحط الحاجه الجديده ويبقى خلاص. طيب او تتواصل معايا على الواتساب واحل لك المشكله دي. برضو لو كان امتحان بيتبعت لك نسخه على الايميل، لو كتبت ايميل في خاص بالجيميل بتاعك هتلاقي نسخه من الرد، وخصوصا النتيجه بتظهر عن طريق، لو ضغطت على النتيجه نفسها بيظهر لك الملف اللي هو نسخه من ردودك، بس بقى بيظهر لك التصحيح بتاع الاخطاء بتاعتك، ان دي الاجابه الصح دي الاجابه الغلط. وطبعا ده دايما النسخه دي بتوصل لك سواء كان في الاتندنس او تيست او كويزز، اي حاجه منهم بيتبعت لك نسخه على الايميل بتاعك، لان ده تاكيد ان فعلا الرساله بتاعت حضرتك ايه وصلت كده. احنا نقدر نقول ان احنا اتعرفنا على الاعضاء الجدد مطلوب منهم ايه، واول حاجه اللي هي الاتندنس عرفنا ازاي بنحضر عن طريق التليجرام، وازاي ان احنا بنملى الجول فورم. طيب هنخش على نقطه جديده اللي هي سيرتيفيكت كونديشنز، الشروط الخاصة بالشهادة. هم عدد من الشروط، أول شرط منهم بيقول لك 80% من توتال اتندنس. آخر الكورس خالص هيكون في نسبة من الحضور لكل المحاضرات، يعني حضرتك حضرت 100 محاضرة، الكورس 100 محاضرة، مطلوب من حضرتك إنك تحضر 80 محاضرة من المية. طبعا ده رقم جزافي يعني، 100 دي كده. طيب achieve average اللي هي ال 60% اللي هي 60% من all weeks exams، لازم حضرتك المتوسط بتاع الدرجات بتاعت كل الامتحانات اللي هي multiple choices اللي هي ام سي كيو او اختيار من متعدد، لازم حضرتك الافريج بتاع 60%. بس ده في ايه؟ حاجه اسمها weeks exam، يعني الامتحانات بتاعت الاسبوع اللي احنا بنسيبها مدتها اسبوع. لكن في على الاجزاء النظريه في فاينل اكزام، فاينل اكزام لازم حضرتك تتخطى فيه 75%، يعني الفاينل اكزام اكزام واحد بس او ممكن يبقوا تو اكزامز على حسب ما هيشتغل النظام يعني.
لازم تحقق في واحد منه، لازم تحقق فيهم 75% من الدرجة الكلية. طيب سيندنج 80% من الويكس تاسك ان بروجريس، وليكن خلال الكورس في 100 تاسك، لازم حضرتك تكون سلمت منهم 80 تاسك، وال 80 تاسك اللي انت سلمتهم يكونوا اتقبلوا. تمام؟ ده التاسكات اللي بتحصل، يعني عندك 20% ان انت ما تقدرش تسلم. بالظبط كده. طب سيندنج الفول او تقدر نقول 100% من الفاينل بروجكتس فور ايفري بروجرام. الباشمهندس بعد ما تخلص مثلا برنامج زي الوورد، زي الاكسل، زي الباوربوينت، زي الاكسس، او اي برنامج تاني، هيطلب منك تاسك معين، بس تاسك اكبر. يعني التاسك اللي على المحاضره بتنفذ حاجات انت خدتها في المحاضره، هتيجي في الفاينل بروجكت هيبقى حاله اكبر، مطلوب عام واشمل، هتستعمل فيه كل اللي انت اتعلمته. فالباشمهندس هيطلب منك مشروع في الوورد، مشروع في الاكسل، مشروع في باوربوينت، مشروع في الاكسس، 4 مشاريع لازم تسلم لي الاربعه، والاربعه يتقبلوا. واحنا هنتابع ازاي بيحصل قبل ده من خلال مكتبه الايه؟ الكورس. ده جدول بسيط يوضح لك الموضوع. لو احنا حسبنا لك في الاخر خالص، بروح اعمل لك لسته بالنسبه المئويه بتاعتك في الكورس. بقى توتال اتندنس، النسبه المئويه للحضور، توتال تاسكس، النسبه المئويه للتاسكات اللي انت سلمتها، فاينل اكزام، ده النسبه المئويه لاخر الاكزام الفاينل اللي انت امتحنته كام اس كيو، افريج ويك تاسكس، التاسكات اللي انت سلمتها خلال الاسبوع، توتال بروجكت، النسبه المئويه للبروجكت بتاعك. طبعا التوتال اتندنس زي ما قلنا ان انا عايز توتال اتندنس 80%، حد جاب 95% يبقى هو مبتدئ الشرط ده. طيب توتال تاسك، ان التاسكات بتاعت الاسبوع تكون التاسكات اللي هو مجموع التاسكات كلها يكون حضرتك مجتاز 85%. طيب هو عايز في التوتال تاسك كام؟ 80%، يبقى ده شرط محقق. فاينل اكزامز، الفاينل اكزام مطلوب اقل نسبة فيه 75%، ده جايب 80% مجتاز. افريج ويك تاسكس، الافريج ويك تاسكس دي اللي اقصد بيها درجة الويكس اكزام، لازم تكون 60% الافريج، يبقى كده 70%، يبقى ده مجتاز الشرط ده. توتال بروجكت لازم 100%، سلمت كل المشاريع اللي اتطلبت مني. ات اند اوف كورس حضرتك اكسبتد. يعني ايه اكسبتد؟ يعني كده هيطلع لك شهاده زي الكل ما هيطلع له شهاده. طيب واحد في التوتال اتندنس جاب 70%، توتال اتندنس 70%. طيب جه في التوتال تاسك جاب 85%، يعني كده التوتال تاسك بتاعه اللي موجود هنا جاب 85 فهو مجتاز. فاينل اكزام جاب 75% فهو مجتاز فاينل اكزام. جاب في الافريج ويك تاسك 70%، 70% من 60 يبقى هو مجتاز. دي التوتال بروجكت سلم 100% من المشاريع، بس عنده التوتال اتندنس حاصل فيه خطأ اللي هو ايه؟ مطلوب 80% من الحضور. طيب هو دلوقتي جاب 70%، طيب ايه بقى اللي يحصل بقى معاه؟ للاسف هو نوت اكسبتد. طيب هل المجهود اللي هو بذله هنا كده هيخليني ان انا مش اساعده، يعني مش هيحصل حاجه؟ لا بالتاكيد هنراعي ده في الاخر، ان لو النسب اللي هنا دي نسب كويسه جدا تقدر تعوض الفرق، يعني عن النسب، يعني هنلاحظ ان المطلوب مثلا 80% في الاتندنس، لكن هو مثلا مطلوب هنا في التوتال تاسك مطلوب 80%، يبقى فيه هنا 5 زياده. في الفاينل اكزام المطلوب 75% فهنا مفيش زياده. الافريج تاسك فيه هنا 10%، ففي 15% يقولوا من هنا. فدول لو انضافوا على الدرجه الاساسيه اللي موجوده هنا تقدر تروح مدياله اكسبت، يقدر ان هو ايه؟ ياخد بيها الايه؟ الشكل ده. لكن علشان تحقق حاجه زي دي انت محتاج تبذل مجهود كبير جدا علشان تقدر تحققها في الاخر يعني. بس يعني هينظر للناس اللي هتبذل مجهود، وطبعا في درجات الناس هتاخدها بونص زياده خلال فتره المحاضرات، الناس الاكثر تفاعلا خلال فتره المحاضرات هتاخد بونص. فالبونص ده هيجي في ايه؟ هيجي مثلا في مشكله زي مشاكل الغياب، يحصل مشكله مثلا معاه او حاجه تقل معاه يعني، لكن
الحاجة اللي مش فيها تغيير فاينل اكزام، الافريج ويك تاسك، التوتال بروجكت لازم يحصل، التوتال تاسك النسب بتاعتهم، لكن الغياب زي ما قلنا احنا ممكن نعوضه بحاجات تانية، لكن مش هتعرف تعوضه بحاجات الا لو تفاعلت اثناء المحاضرات والحضور نفسه. طبعا في حد مثلا هتلاقيه مؤثر جامد، يعني مثلا كان بيحضر كويس بس توتال تاسك 70%، فاينل اكزام 74، الافريج 50، التوتال بروجكت 90. هو طبعا نسبه 90 دي مش هتكون 90، هو هيبقى الشخص ده اساسا، يعني هتلاقي مثلا 4 مشاريع هو هتلاقيه مستلم واحد فيهم، فهو محقق نسبه 75%، وده غلط. يعني زي ما بقول لك العقد شريعه المتعاقدين، احنا متفقين انت هتسلم 100%، فان يتضرب معاك فيجي انا احسب لك النسبه النهائيه للشهاده الاقيك مش مجمع فيها، فللاسف ساعتها هيبقى نوت اكسبتد وكده مش هتسلم. بس انا هنديك فتره تسليم انك تقدر تشتغل وتقدر تعدل وتقدر تشوف شغل احسن، وطبعا زي ما قلت ان احنا في الاخر خالص هننظر بشكل عام، لكن في حاجات عندنا ثابته مش هنعرفها نغيرها طبقا للسيستم الاكاديمي. كده احنا خلصنا النقطه دي. نيو ممبر سيرتيفيكت كونديشنز، هنخش على اللي بعدها واللي هي الكويزز. الكويزز طبعا عن طريق جوجل فورم زي ما شرحناها قبل كده، بس هندي نبذه سريعه ان انا ببعت لحضرتك ايه لو انا الاكزام او حاجه، ببعت لحضرتك رساله زي كده بالظبط، واقول لك ان مثلا الجمعه منتصف الليل بتوقيت القاهره موعد تاني لتسليم الاختبار التاني. الاختبار الاول سواء كان متاح او غير متاح، وطبعا في المكتبه الخاصه بالكورس. لكن انا بتكلم على الاكزامز بالذات، يبقى انا بتكلم على الرابط ده. لو فتحته بنفس الشكل هيشتغل معاك زيه زي الجوجل فورم، هيفتح معاك وهتملى البيانات ويوصل لك رساله على الايميل بتاعك. هتختار مثلا وليكن عرض النتيجه، هيعرض لك النتيجه الخاصه بيك لو صدرت. طبعا النتائج مش بتظهر للناس الا بعد ما احنا بنرصد الدرجات ونعمل ارسال، وفي نفس الوقت برضه هنتابعها في المكتب. طبعا لو دخلت انت على الجزء الموجود دلوقتي ليه علاقه بالاكزامز، هي المكتبه الخاصه بالكورس عباره عن شيت اكسل مكتوب فيه مشارك عن طريق مؤسسه، طبعا دي المشاركين الاماكن اللي انت بتشارك عن طريقها بتبقى موجوده هنا. طبعا الرقم الكشف او رقم الكود هو الصف ده بيبدا من 2000. طب ايه لازمه الرقم؟ انك بتتابع ادائك، التسليمات بتاعتك، الغياب بتاعك، علشان ما يحصلش في الاخر مشكله، وفي نفس الوقت بيظبط لك الاسم. الاسم اللي موجود هنا ده هو الاسم اللي لما ان شاء الله تحقق الشروط هيطلع في الشهاده. فلو الاسم ده كان فيه اي مشكله هنعرف بقى جزء المشاكل هتعامل مع مشكله زي دي ازاي. لكن اللي انا حابب اعرفه من الاسطمبه دي كم نقطه؟ اول نقطه لو انا اسمي اتميز بلون احمر، ده معناه ان انا لم يتقدم الاختبار، ممكن يبقى الاختبار اللي على الدور. دي مشكله، لان انا بنبهك ان انت كده في خطر عندك ان انت ما بتحضرش اختبار. دي مشكله لان انت مطالب بنسبه معينه من الافريج بتاع الاختبارات ان انت تحققها، ولازم تحضر الاختبارات. طيب تاني جزئيه العلامه الصفراء. العلامه الصفراء دي ايه حكايتها؟ هي مش لها تاثير دلوقتي بالنسبه للاكزامز اللي انت بتاخدها. ايه حكايه العلامه الصفراء؟ فاكرين لما قلت لك ان انت لازم في الاختبار النهائي تحقق نسبه 75%؟ ال 75% دول النسبه اللي انت علشان الفاينل اكزام. طيب انت اساسا مش واخد بالك انت بتحقق ال 75% ولا لا؟ فانا مع كل اختبار بنبهك في الدرجه، لما بتبقى الدرجه باللون الاصفر بعرفك ان انت ما جبتش ال 75%. يبقى لو الامتحان ده مثلا على المحاضره الاولى والثانيه، يبقى انت عندك مشكله في المحاضره الاولى والثانيه، لازم تذاكر المحاضرتين دول كمان. ليه؟ علشان الاكزام بتاعهم اكيد هيبقى فيه اكزام، هيبقى فيه اسئله منهم في الفاينل اكزام، مش نفس الاسئله بس اسئله على نفس الكونتنت، على نفس المحتوى اللي انت خدته ده. فمعنى ان في مشكله فيه، يبقى انت محتاج تراجع الجزئيه دي علشان الاكزام النهائي مش يحصل لك مشكله وما تقدرش انك تجيب ال 75%. فده هينبهك، فهتهتم بالاجزاء دي، وده يبقى الارم ليك ان انت تشتغل على الاكزامز بشكل كويس، والجزئيات اللي فيها مشاكل تحاول انك تعدلها اول بأول. طبعا جنب كلمه اكزام، يعني اكزام نمبر 1 ال 35 ايه 35 دي الدرجه النهائيه، يعني 32 من 35. طبعا اكزام نمبر 2
هنا 40 يبقى 36 من 40، 32 من 40، 34 من 40. كده احنا خلصنا اتندنس والكويزز والاكزام واتكلمنا بنبذه صغيره جدا عن الكورس لايبراري. هنبدا دلوقتي في الكورس لايبراري، المكتبه الخاصه بالكورس وهي الرابط ده. هبعته طبعا اول ما مثلا بيحصل تحديث للاكواد اللي موجوده. دايما اللي بيضاف جديد بيتحط في اخر الليسته خالص اللي هو الشيت الاكسل. بنبعت الرابط، الرابط بيبقى عليه في المكتبه في 3 فولدرات. الفولدر الاولاني اتندنس الغياب والمتابعه، امبورتنت لينك اللينكات الهامه اللي احنا بنتعامل بيها خلال فتره الكورس، ماتيريال الماده العلميه المتوفره. لو حضرتك فتحت الاتندنس هتلاقي شيت اكسل. ده انا فتحت في البدايه، يبقى حضرتك بس لو فتحت، لو فتحت الماتيريال هتلاقي المحاضرات، وليكن مثلا ليكتشر 1. ايه ليكتشر 1 دي؟ دي الداتا اللي اتوفرت من المحاضره سواء بي دي اف او باوربوينت في المحاضره الاولى. طيب فرضا ان الداتا دي بتاعت المحاضره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، يبقى احطها لك في المحاضره الاولى بس. طيب بعد شويه جه المحاضر وفر داتا في المحاضره الثامنه، هتلاقي ساعتها ليكتشر 8. يبقى هنا الداتا بتتحط حسب المحاضره اللي تم التوفير فيها. طبعا لو فتحتها هتلاقي مثلا ملف بي دي اف تنزله او تشتغل عليه. طب لو انا كنت رجعت واخترت الملف الخاص بالاتندنس، هلاقي شيت اكسل بهذا الشكل، الشيت اللي احنا اتكلمنا عليه في الاجزاء اللي فاتت. شيت الاكسل خاص بالحضور في نفس الكلام، ان انا بشارك عن طريق المؤسسه، الاسم اللي هيطلع فيه الشهاده لو انا استوفيت الشروط، واتكلمنا عن الالوان اللي لون الاحمر ده معناه انك ما حضرتش اكزام وانا بنبهك لخطر عدم الحضور. اللون الاصفر معناه ان الدرجه درجة صغيرة لم تتجاوز 75%، وده خطر علشان الإجزام النهائي لازم تجتاز النسبة دي، فده تنبيه. والنسبة ال 35% دي معناها إن دي الدرجة العظمى بتاعة الاختبار، وإن هي الدرجة النهائية. طبعا أنت لو اخترت بقى important link، important link هتلاقي هنا في important link الملف وورد، لو ضغطت عليه فتحته هتلاقي كلمة اكزام 1 اكزام 2، ده الرابط الخاص بالاكزام الاول، ده الرابط الاكزام الموجود بالاكزام الثاني. طبعا الروابط دي هتتحدث كل فترة بحيث ان اللي لسه منضم جديد بدأ يذاكر المحاضرة مثلا من على التليجرام، دخل شاف المحاضرة الأولى وذاكرها. طبعا الباشمهندس بعد كل محاضرة بيحط الفيديو الخاص بالمحاضرة وتقدر تراجعه في أي وقت. عايز يمتحن الاختبار الاول، هيدخل على الامبورتنت لينك ويختار اكزام 1، يضغط عليه هيفتح معاه الجوجل فورم ويمتحن الاكزام الاول. طبعا دول هيتغيروا مع الوقت، هيبقى اكزام 1 اكزام 2 اكزام 3 اكزام 4 وهكذا، والتاسكات نفس النظام. كورس تأهيل الاختبار الدولي، كده احنا وصلنا ان خلصنا الكورس لايبراري. اخر حاجه الجزئية الخاصة بالبروبلمز، لو أنا عندي مشكلة، عندي حاجة ظرف معين أو أي حاجة، أي حاجة سواء برضو لو في حاجة في النظام نفسه حتى الآن لسه مش واضحة لحضرتك، بتتواصل معايا على الواتساب، بتبعت لي المشكلة بتاعتك. بس دايما يعني علشان نقدر نتعامل مع المشكلة بتبعت لي أنا مثلا كود كذا أو أنا إيميل كذا وعندي مشكلة 1 2 3. طبعا لو عندك أي مشاكل أي مقترحات أنا وحضرتك، رقم الواتساب وخاص بي أنا أحمد حسام بما أرابيا ماركتينج مانجر، وفونكس أكاديمي تكنيكال سبورت مانجر، ووظيفة الأكبر يعني إن أنا تقدر تقول يور فريند، أنا صديقك خلال فترة الكورس. يعني لو احتجت أي حاجة أنا موجود معاك يعني للتسهيل من عملك خلال فترة الكورس. في النهاية طبعا أنا حابب إن أنا أقول إن إحنا كده نعتبر خلصنا الأجزاء دي، وبأكد برضو على نفس الحاجة إن أنت طالما أنت جيت الكورس ده أو اشتغلت، فأولا يعني أنا بهنيك بالاختيار، وفي نفس الوقت بقول لك إن المشوار مش صعب، هو بس هيحتاج منك مجهود
علشان تحسن من النولج بتاعتك وتضيف ليها وتحسن من المستقبل بتاعك. وكلمة مهمة جدا ان انت البرامج او دورة الاي سي دي ال او اي دورة هي بتديك تولز، بتديك ادوات، لكن مهارة استخدام الادوات دي بتتوقف عليك انت، مدى ادراكك للمعارف اللي انت هتعرفها والحاجات اللي انت هتكتسبها من البشمهندس، من التدريبات اللي انت هتشتغلها، من الامتحانات. كل دي معارف هتتحول عندك لتولز، وبمهارتك انت اللي هتحول التولز دي من مجرد اداة لمهارة سكيل تقدر ان انت تشتغل بيها. طبعا تأكيدا على ان انا موجود معاكم في اي وقت لاي استفسارات او اي حاجة على واتساب. اتمنى ما اكونش طبعا طولت عليكم، وانا ان شاء الله في احاول ان احط لكم التايم لاين بتاع الفيديو ده بحيث ان كل حد عنده مشكله معينه يقدر يوصلها بسهوله. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.